جديد للإعلام المصري، معنا على الهواء مباشرة كبير مشجع الجزائر، صاحب أكبر عدد سوابق في تاريخ الجزائر، والمسؤول عن حشد هذا الكم الهائل من كلاب السكك وحسالة المجتمع الجزائري لتشجيع منتخبه. معنا على الهواء مباشرة السيد مأجور بن سفاح، مسجل نفس وسرقة بالإكراه وقتل عمد واتعدم مرتين قبل كده. اهلا بيك سيد مهجور بن سفاح. اسمع نقول لك لا سلام ولا كلام بيني وبينك. اسمع انت تترمي هنا وتقعد زي اللي في رجلك ولما اسالك ترد، فاهم؟ قول لي ازاي يا ابني قدرت تجمع هذا الكم الهائل من المساجين وكلاب الشوارع وحسالة المجتمع الجزائري علشان ترهبوا بيهم اخواتكم المصريين في السودان؟ اسمع نقول لك سيدي فاسيل يا ابني اتكلم عربي، احنا عرب. تو بارلي فرونسي؟ ايوه كده. سهل جدا انه تلاقي مجرمين وسفاحين بالجزائر. انت بدايات التدريب عند الصبيان والشباب توعنا انه صغير يتعلم كيف يقطع صبيع اخوه تقطعين اخوه. يعني انتوا ارهابيين من وانتوا صغيرين؟ يا اخوي قول لي سيد مأجور، هل تعرضت لأي حادثة في الصغر أثرت عليك؟ يعني مثلا هل كنت بتتخبط وأنت صغير مثلا في السرير وأنت قايم تشرب؟ هل في أي حادثة من النوع ده أثرت عليك في الكبر؟ من البداية أنت تحاول استفزازي؟ ها؟ نعم، خبطت بالسيف وأنا صغير. كتير خبطني المدرس تاعي، كتير الدكتور خيطني الجرح، خبطت بالسيف يا أخي. طيب سيد مأجور سيبك من العقد القديمه وخلينا نتكلم في الجديد. انتوا ادعيتوا ان انتوا عندكم الاوتوبيس بتاعكم اتخبط عندنا في مصر وان كان فيه 8 من القتلى الجزائريين، هل عندكم اي دليل على الادعاءات دي؟ بالقطع لدينا ويعكف الكثير من الجرافيك ديزاينرز الان على الصور الملفقه ووضع صور لعصابات الشوارع وتظبيط التمثيليه مفبركه علشان تقدموها للفيفا. نعم. طب قول لي سيد مأجور، ايه السبب ورا ان انتوا اشتريتوا كل الاسلحه البيضاء اللي موجوده في السودان قبل المباراه؟ السبب بسيط يا اخي، نتسنون نقشروا البرتقال، نقشروا البطيخ المصري للتسليه، وهذه هي طبعا تعليمات رمرمو. انت يعني البرتقال انتوا رمرمين يعني؟ صحيح، هذه هي تعليمات السيد رمرامه. رمرامه رئيس الاتحاد بتاعكم اللي قال لكم هاتوا برتقال وقشروا بالسكاكين. صحيح، لكن ما كنتوش جايبينها عشان ترهبوا المصريين ولا حاجه. لا نهائيا، نحن لا ننوي إيذاء المصريين نهائيا. سيد مأجور بن سفاح، ازاي بتشوفوا نفسكم بعد ما شلتوا تذكرة التأهل للمونديال بإيد وإيد التانية ملوثة بدم إخواتكم المصريين؟ مأجور، أنا لست فقط المأجور الوحيد بالجزائر. يبقى أيها المصريون أن نقول أننا نرفض العنف، نرفض التعصب، نرفض البلطجة، نرفض الهمجية، نرفض إهدار دم العروبة، نرفض الكذب والافتراء والادعاء، لكن في نفس الوقت احنا بنرفض الذل وبنرفض الاهانه وبنرفض اهدار كرامه اي مصري على وجه الارض. وعشان كده سيد مأجور الشعب المصري محملني امانه مش هتغلى عليكم ابدا. وفي النهايه أحب أقول لجريدة الشروخ الجزائرية واللي كانت سبب في الشرخ بيننا وبينكم إن إحنا عارفين كويس أوي مين اللي وراه وأهدافهم إيه وعايزين يوصلوا بينا لفين ومش هنسيبكم. آه يا غالي يا غالي يا غالي.